هنا أيضا من الأسئلة، هل تجوز أو يجوز توزيع المصحف ويعتبر صدقة جارية؟ نعم، يجوز توزيع المصحف، وهذا من الأعمال الصالحة، ويرجى لمن وزع المصحف أن يكون له أجر مماثل لكل من عمل عملا مترتبا على هذا التوزيع، سواء بقراءته أو بالاستماع منه أو بحفظه ورعايته أو بإهدائه مرة أخرى، فإن من كان سببا في طاعة كان له مثل أجر فاعليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.